السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات ديزيكواسيون دو برومي دوغري أي أون إنكوني. إذا في هذا التمرين هذا غنحاولوا نشوفوا مجموعة من المعادلات، غنحاولوا نحلوا هذه المعادلات. القاسم المشترك ما بين هذه المعادلات هو وجود أعداد كسرية ديفراكسيون. إذا غادي نحاولوا نشوفوا كيفية حل هذا النوع من المعادلات. طبعا الحل كاين عدة طرق عدة تقنيات، حنا غنحاولو نشوفو مجموعة من هاد التقنيات. إذا نبداو بالمعادلة رقم 19 ناقص 1 على 2 إكس زائد 3 تساوي إكس ناقص 7. في هاد المعادلة غنحاولو نبسطو هاد العدد، نحسبو داك العدد الكسري. 1 على 2 هي 0.5، إذا كيمكن لي نعوض 1 على 2 بناقص بصفر فاصلة خمسة. إذا كترجع عندنا ناقص صفر فاصلة خمسة إكس زائد ثلاثة تساوي إكس ناقص سبعة. إذا معادلة مبقاش عندنا فيها أعداد كسرية. إذا غادي نجمعو دابا لي زيكس. إكس غادي نديها للطرف الأول ترجع موان زيكس، بلوس تخوا نديوها للطرف الثاني ترجع موان تخوا موان سات. إذا نحسبو ناقص 0.5 ناقص 1 إكس، راه واحد واخا منكتوبهاش راه كاينة واحد، إذا هي ناقص 1.5 إكس إتيكال موان 10. إذا إكس إتيكال حنا عندنا واحد الملتيبليكاسيون، يعني كنقسم على داك العدد ناقص 10 على ناقص 1.5. إذا إكس إتيكال سالب السالب موجب، كيبقى لنا 10 على 1.5. دائما خاص نكتب أعداد جذرية، يعني دي نومبغ فخاكسيونيغ، ولي نومبغ فخاكسيونيغ متيكونش فيهم الفصيلة. إذا خاصني نتخلص من الفصيلة، إذا كنضرب في 10 في البسط وفي المقام. إذا إكس إتيكال 10 في 10 هي 100، 1.5 في 10 هي 15. يمكن لي نختزل بالعدد 5، علاش؟ لان 100 راه هي 20 في 5 و15 هي 5 في 3، اذا كتمشي 5 اللي كاينه في البسط وفي المقام. كيبقى لي اذا عندنا 100 راه هي 20 في 5 و15 هي 3 في 5، اذا 5 مشات مع 5 كيبقى لنا 20 على 3. اذا لا سوليوشن de cette équation est le nombre 20 sur 3. هذه المعادلة الأولى. الآن دابا المعادلة الموالية اللي هي تقريبا غنصوبها بنفس الطريقة. إذا 3 على 2 x زائد 4 إتيكال 2x موان 5. 3 على 2 إلا حسبناها غنلقاها هي 1.5 إلا درنا عملية القسمة. إذا غنعوضها بالقيمة ديالها، بلوس 4 إتيكال 2x موان 5. بطبيعة الحال هاد الطريقة كنديرها ملي كتكون عندنا القسمة منتهية، إلا كانت القسمة غير منتهية ما يمكنش نديرها. إذا 1.5، إذا كنجمع لي زيكس، يعني زانكوني في الطرف الأول، دوز إكس مشات للطرف الأول ولات موان دوز إكس، بلوس 4 مشات للطرف الثاني موان 4. إذا 1.5 ناقص 2 هي ناقص 0.5 إكس إتيكال موان 9. دونك x est égal moins 9 sur moins 9.5. هنا كاين ضرب ناقص مع الناقص زائد، إذا كتبقى لنا 9 على 0.5. إذا نتخلصوا من الفصيلة، إذا من داك العدد العشري، إذا كنضربو في 10 في البسط وفي المقام. إذا غنجينا 90،
إذا x إتيكال 90 على العدد 5، و90 على 5 إلا حسبناها فغادي تجيلي العدد 18، دونك x إتيكال 18. لا سوليسيون دائما خصني نكتب الحل دائما دو سيت ايكواسيون اي لو نومبر 18. طيب الحل كاين اللي كيكتب الحل بهذه الطريقه اس تساوي 18. طيب هنا في الاعدادي في الكوليج مازال ما كتكتبوش هذه الطريقه هذه، يعني نتوما كتكتبوا الحل على شكل جمله، ولكن من بعد يعني في الليسي كيمكن لكم تكتبوا الحل على هذا الشكل هذا، يعني اس اللي هي الحلول لا سوليوشن ولا مجموعه الحلول تساوي وكنوضع الحلول بين معقوفتين. المعادله المواليه اذا عندنا 3 اكس زائد 5 تساوي ناقص 7 على 9. هنا كيمكن لي نحسبها بهذه الطريقه، اذا زائد 5 كنديها في الطرف الثاني ترجع ناقص 5 ناقص 7 على 9. دابا شنو غادي ندير؟ غنوحد المقام غير ديال هاد العددين هادو بجوج، اذا 3 اكس تساوي اذا المقام الواحد هو 9، اذا 9 ناقص 5 9 ناقص 7 على 9، اذا ناقص 5 في 9 هي ناقص 45 ناقص 7 على 9. اذا 3 اكس ايتيكال نجمعو ناقص 45 ناقص 7 هي ناقص 52 على العدد 9. عندنا 3 اكس تساوي ناقص 52 على 9، اذا اكس تساوي دائما كندير القسمه كندير ناقص 52 على 9 مقسومه على 3. كنعرفو بانه كيكون عندنا ا على بي على سي على دي، باش نبسطو هاد الكتابه كندير هي ا على بي وكنضرب في المقلوب في لانفيرس ديال المقام اللي هو دي على سي. هذاك الشيء اللي غادي ندير هنا، كيمكن لي ندير اكس تساوي ناقص 52 على 9 مضروبه في المقلوب ديال المقام اللي هو 3، يعني هي 1 على 3. اذا اكس ايتيكال ناقص 52 على 27. اذا هذا هو الحل لا سوليوشن دو سيت ايكواسيون اي لو نومبر موان 52 سور 27. إذا المعادلة الموالية هي رقم 22، إذا عندنا 7 إكس ناقص 1 على 4 تساوي 5 على 11. غنستعمل نفس الطريقة اللي استعملتها في المعادلة السابقة، إذا عندنا 7 إكس غادي ندي ناقص 1 على 4 في الطرف الثاني ترجع 1 على 4 زائد 5 على 11. إذا 7 إكس إيتيكال المقام واحد هو 44، إذا غادي نضربو 4 في 11 غادي نضربو في 1 في 11 زائد 11 في 4 وهنا 5 في 4. إذا 7 إكس إيتيكال 11 على 44 20 على 44. إذا 7 إكس إتيكال إذا نجمعو تجي 31 على 44. 7 إكس إتيكال 31 على 44، إذا هنا إكس إتيكال 31 على 44. هنا كيمكن لي ندير 31 على 44 مقسومة على 7 ولا ندير مباشرة مضروبة في المقلوب ديال 7 هي 1 على 7. إذا إكس تساوي 300 و
ولا 31 على 44 بسبعة. إذا 44 إلى ضربناها بسبعة فغنلقى 308. إذا la solution de cette équation est le nombre 31 sur 308. المعادلة الموالية. دونك في المعادلات الموالية دابا غادي نستعمل طريقة أخرى. إذا عندنا x ناقص 1 على 4 ناقص 5 إت إيكال 2x موان 3 سور 2 بلوس 3 سور 4. دابا عندنا مجموعة ديال لي فراكسيون، مجموعة من الأعداد الكسرية ولا مجموعة من الكسور. دابا غادي نحاول نوحد لها المقامات، لو دينوميناتور كوما، يعني خصني نلقى لو دينوميناتور كوما. إذا المقام الموحد ولا المقام المشترك، هنا عندنا أربعة، هنا كاين واحد، هنا جوج، وهنا أربعة. إذا المقام المشترك هو العدد أربعة. إذا x ناقص 1 على 4 ناقص، اذا باش تكون عندي لتحت 4 خصني نضرب في 4 في البسط وفي المقام. اذا 1 في 4 4 و5 في 4 20. اذا هنا عندنا 2، اذا 2 في 2 4 وكنضرب 2 في البسط كامل زائد 3 على 4. اذا هنا راه شنو درنا، ضربنا 5 في 4 على 1 في 4 و سامبليفي. إذا عندنا x ناقص 1 على 4 ناقص 20 على 4، كخصو يكون عندي نفس المقام. إذا هنا ونديفلوب، جوج في جوج x هي 4 x، جوج في ناقص 3 هي ناقص 6 على 4 زائد 3 على 4. المرحلة الأولى هي توحيد المقامات. المرحلة الثانية هي كنختزل بالمقام و سامبليفي باغ لو دينوميناتور، إذا كنضربو في 4 طرفي المعادلة. إذا المقام غادي يطير. إذا شنو غيبقى لينا، غيبقى لينا غير البسط. في العدد الأول غيبقى لينا إكس ناقص 1 ناقص 20. في المقف العدد الثاني غيبقى لنا 4 إكس ناقص 6 زائد 3، والمقام اختزلنا به. طبيعة الحال العملية ديال الضرب في طرفي المعادلة بلا ما نديرها مباشرة كيختزل بالمقام. إذا إكس ناقص 1 كنبسطو هاد الكتابة، إكس ناقص 1 ناقص 20، إذا هي ناقص 21. 4 إكس ناقص 6 زائد 3 هي ناقص 3. إذا دائما نبسط وعاد نحول المجاهيل للطرف الأول والأعداد المعلومة للطرف الثاني. إذا x 4x نديوها للطرف الأول تولي ناقص 4x، ناقص 21 الطرف الأول الثاني ترجع 21 ناقص 3. إذا ناقص 3x، 21 ناقص 3 تساوي 18. إذا x إيكال 18 على موان 3، دائما ناقص كنطلعها للبسط. إذا 18 على 3 تعطينا العدد 6. إذا دونك x إيكال أو بيان موان 6. إذا لا سوليسيون دو سيت équation est le nombre moins 6. Ou qu'on dit moins 6 est une solution de cette équation. Et donc, le mot est le mot lié. لدينا 2x
سبعة ناقص ستة على خمسة كتساوي تسعود على عشرة. طبيعة الحال هنا كيمكن لي نوحد المقامات ويمكن لي ندير نستعمل نفس الطريقة اللي استعملت في المعادلة 22. إذا نستعملوا الطريقة اللي استعملت في المعادلة 22. إذا شنو غادي ندير؟ غنخلي 2x على 7. إذا هذيك 6 على 5 غنديها للطرف الثاني، أولا ناقص 6 على 5 نديها للطرف الثاني تولي 6 على 5 زائد 9 على 10. إذا جوج إكس على سبعة، جوج إكس على سبعة هي جوج على سبعة في إكس، جوج على سبعة مضروبة في إكس. غنوحدو المقامات، المقام الموحد في هاد، غنوحدو المقامات غير هاد العددين بجوج. إذا المقام الموحد هو 50 أولا هو 10، لأن عندنا 5 وعندنا 10، وعشرة مضاعف ديال 5 يعني ملتيبل دو 5. إذا شنو غادي نديرو؟ نضربو 5 فوا 2 6 فوا 2 بلوس أخرى تبقى كما هي. 6 في 2 هي 12، 12 على 10. إذا ممكن لي مباشرة نكتب 12 على 10. إذا دابا غادي نسامبليفي، إذا هي 2 على 7 وهنا غيجينا هو 21 على 10. دابا كيمكن لي نوحد المقامات. إذا شنو هو المقام الموحد؟ هو العدد 10 أو العدد 70 ماشي 10. إذا عندنا 10 عندنا 70، إذا المقام الموحد هو العدد 70. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نوحد المقامات. إذا غنضرب في الطرف الأول ب 10، إذا 10 في 2 إكس على 7 في 10 اللي هي 70، وفي الطرف الثاني غنضرب في 7 ونقسم على 10 في 7 اللي هي 70. إذا شنو غادي نلقى؟ غنلقى 20 إكس على 70 كتساوي 174 على 70. إذا اختزلوا بالمقام وغيبقى لنا 20 إكس كتساوي 147. إذا إكس إتيكال 147 مقسومة على 20. إذا إلا درنا القسمة راه ممكن غنلقاو 7.53، وممكن نخليها على شكل عدد كسري. إذا لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون إي لو نومبر سيت فيركول 35. بطبيعة الحال القسمة خصها تكون عدد تعطيني قسمة منتهية، إلا عطتنا قسمة غير منتهية كنخليه عدد جذري. ندوزو لآخر معادلة. إذا هي إكس على 3 زائد 9 على 4 تساوي ناقص 5 إكس على 6 زائد 15 على 2. إذا هنا غنحاول نوحد المقامات. إذا خصني نقلب على واحد المقام مشترك، عندي 3 عندي 4 وهنا كاين 6 وهنا 2. إذا شنو هو المقام المشترك؟ هو العدد، هو واحد المضاعف، هو أصغر مضاعف مشترك، يعني لو بلو بوتي ملتيبل كوما، أصغر مضاعف مشترك بين الأعداد كاملة. إلا قلبنا مزيان غنلقى هو العدد 12، يكون هو أصغر مضاعف مشترك. إذا المقام الموحد هو 12. إذا شنو غادي ندير؟ إذا باش نلقى 12 غنضرب 3 في 4، إذا 4 إكس هنا عندنا 4، إذا خصني نضرب في العدد 3، إذا 9 3 كاين 6 في 2 باش نلقى 12، إذا 2 مضروب في ناقص 5 إكس. وفي الأخير عندي جوج، إذا نضرب جوج في 6، إذا 6 في العدد 15. إذا نسامبليفيو، إذا عندنا 4 إكس على 12
زائد 27 على 12 تساوي ناقص 10 إكس على 12 زائد 90 على 12. إذا دابا شنو كندير؟ كنختزل بالمقام، كيبقى لي فقط البسط. إذا 4 إكس زائد، كيفاش غنديرو نختزلو بالمقام؟ كنضربو في 12 طرفي المعادلة وكنختزل بالمقام. إذا ناقص 10 إكس زائد العدد 90. دابا نجمع لي زيكس في الطرف الأول، إذا عندنا 4 إكس ناقص 10 إكس ديناها في الطرف الأول رجعت زائد 10 إكس، زائد 27 غادي نديوها للطرف الثاني ترجع ناقص 27 زائد 90. إذا 4 إكس زائد 10 إكس هي 14 إكس تساوي 63. إذا إكس تساوي 63 على 14. إلا درنا القسمة غنلقاو إكس تساوي 4.5. إذا لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون إي لو نومبر 4.5.